خطر ده يا اخي. والله عشنا سنين فيه، هذا ما له كم سنه. هذا له 4 سنين. سنين احنا نطلع ننزل مع خط البديل. حوادث. رغم هذا حوادث. توفرناك الركة. ضروري بنايم ضروري. لما يكون في هواء قوي يعني يطلع الناس فوق وينزل فاضي ولا ايه؟ ايوه في ناس ينزلوا فوق. عند الفندق ده في رمادة. لايت لاندنج. شايف فندق رمادة؟ اسوء بوفيه في الشرق الاوسط عندهم. اسوء؟ اسوء بوفيه. في احد يسوي كوارع في البوفيه؟ كيف يسوي؟ والله كوارع. دخلت انا المدام اتفرج على مين الكوارع؟ انت بالنسبه لي ولك لكن بالنسبه للعالم كله. لا وبس كوارع؟ كوارع ورز ودجاج ومش عارف ايه. يعني الوجبه الرئيسيه كوارع. زي اشيف كوارع يا رضا. السيدة لكن هو التهوية 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 بس هنا. التهوية بس هنا. في للأعمى لمسة محددة تدفع. هذه الخوف. بس كانت زمان قوية شوف. أبو جهال قبل بلد. الله من الحالات يا بني الله والله كل يوم خلاص ما عاد في شيء. وزاكي الحال ما جايبي؟ الحين يدلك تقفل. بس الجو فوق حلو يا عبد الله. حيكون الجو مره حلو بارد، والله نفسي اطلع اتغدى فوق في الغدا. مطعم فوق بخاري جدا غدا. والله طيب هنا حلو صبح النهار. خلي هو جاوب. خلي هو جاوب. خلي هو جاوب. خلي هو جاوب. هذا اطول تلفريق مستقيم في الشرق الاوسط مستقيم بنا يوش مثلا وما ترى كاميرا وما ترى بس اسمك كاميرا وما ترى موبايل وما ترى 4 كيلو 200 متر پورا فرسان ہونے کے وقت نے میں جو گرو جا دو نیچے روڈ پہ اے اللہ فلائٹ کرنے پہ لینڈنگ ہے تو نہیں بس لوگ باہر جانے لے بس لا لا محبه سو بس هو اقول لك هو التلفريك الوحيد اللي هنا طيب ريك التلفريك الثاني غير تايم لاب هو ده بس وده ڈال دے سودا في ابها في اثنين کہاں تک جائے گی 10 منٹس هما عايزين يعملوا تلفريك جبل النور يا عبد الرحمن جات شركة فرنسية وجابوا لنا قالوا لا حيصير مزار كيف بنا لهم؟ هيقولوا خلاص لا ترى بنانا كتشر مرة بس بيطلع برجوله يروح مرة ما بيطلع بعد كذا حيطلع كل شوية طالع يسلك لك عدد طويل المشكلة في مكان الرسول نزل واحد هناك حيخلوه مقدس لا ما يبقى فيه تنظيم هو مكان يبقى فيه تنظيم لا في 5 دقائق وقفوه. خالي جاي. جو؟ ايوه. اذا انت خالي جاي. خالي جاي بوتر بس معقول يكون الواير هو اللي بيمشي. هو الواير بيمشي. انت تسمع العربية. هو عينه كده اخي. البكرة اللي تحت الكبيرة هي اللي بتدف وفي بكرة زيها فوق. محسن اكيد. عادي هذا آية هاي. نور ما تيجي هيك يقول. سيتين. हां محسن अच्छा अब इसके बाद ढाल है हां टेलीफोन है अब वहां जाने के ऊपर हम अब आप ढाल में जाएंगे डर लग रहा है मजा आता भी तो है ना हां जमीन तक हां तब कैसे फुल वीडियो बनाओ ना अच्छा से सादिक भी आ जाता है तो अच्छा दोनों साथ में बनती वो भी आ ही जाएगा मुझे मार देता हूं काम से नहीं आएगा तो ऐसे घुमा देंगे हां तो मुझे कितने दिन घुमा हां आइए अच्छा सुनो जी फोन सुन रहे हैं 20 बस अच्छा मसाला वो टैक्सी वाला इसके जगह बैठा ना जो आ गया ना इसके जगह जो आ गया ना बैठा तो हम लोग मुड़गाड़ा ग्रुप में आ गए हम लोग चाह रहे थे जो सोच रहे थे नहीं 8 है 6 सोच रहे थे तो पूरा हम लोग बोला एक ही गांव बजाए पूरा हो गया हर तरीके जमाल शुभ हो जमाल में कम शिफी गदीम गदीम तरीक गदीम बोला जमाल तब्ता में है ना तो गदीम गदीम तरीक शेफ
حد يقدر يطلع كده؟ يطلع بالجبال كانوا لحد فوق في الطايف وينزلوا من هنا. جمل حمار كله حمار الطايف دي على هضبة على فكرة.